كيف تقبل الحزب الجمهوري الخسارة أمام الحزب الديمقراطي، خاصة وأن ولاية ميتشيغان هي ولاية لطالما تصبغت باللون الأحمر؟ على أي حال ما حصل إلى الآن، خرجوا بعضهم بعض المتشددين والمتعصبين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خرجوا في احتجاجات في بعض المدن، وهناك أخبار عن أعمال شغب قاموا بها في الشوارع تنديدا بما حصل من عمليات فرز للأصوات، وهي تلبية أيضا للرئيس الأمريكي بالتصعيد. حملة ترامب واضح أنها ترسل رسائل نصية إلى الأنصار بالتصعيد احتجاجا على ما تقوله حملة ترامب وما يقوله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن هناك أصوات خرجت فجأة ورجحت كفة بايدن. هذه الأصوات هي تعود إلى الصندوق البريد والذين صوتوا بشكل مبكر، حتى أن القضاة هنا يطالبون بإقالة المسؤولين عن صندوق البريد نظرا لهذا الإشكال الذي تسبب فيه تأخر وصول هذه الأوراق الانتخابية في بعض الولايات، من بينها ولاية ميشيغان الأمريكية التي حسمت قرارها نحو بايدن، رغم أن عمليات الفرز ما زالت مستمرة، إلا أن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم الآن بفارق مريح عن دونالد ترامب، ولن يكفي ترامب استكمال فرز باقي الأصوات حتى يصل إلى ما حققه جو بايدن هنا. بالتالي هذه الولاية ولاية زرقاء عادت من جديد إلى لونها المفضل في السنوات الماضية باستثناء الانتخابات الأخيرة في العام 2016. إذا ما حسبنا فقط ربع قرن من الزمان، فإن مرة واحدة نجح فيها الجمهوريون هنا كانت في العام 2016 وبفارق أقل من 11 ألف صوت فقط. الآن بايدن يتقدم على ترامب هنا بحوالي 120 ألف صوت، وهذا رقم كبير ويعكس حجم العودة للديمقراطيين هنا في ولاية ميشيغان. فعلا الآن الأنظار تنتقل إلى ولايات أخرى يتقدم فيها، في نيفادا مثلا التي يتقدم فيها بايدن على ترامب ولكن بفارق ضئيل جدا. بايدن هناك وفق الأرقام الصادرة من التلفزيونات المحلية يقترب من 49% في حين أن ترامب 48%، الهامش قريب بينهم، ولكن هذه الولاية الآن هي رمانة ميزان ومفتاح دخول بايدن إلى البيت الأبيض إذا ما حسمها في هذه الانتخابات، بينما باقي الولايات الأخرى المتبقية يتقدم فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفارق مريح عن بايدن. لا نستطيع أن نقول أن الانتخابات انتهت وأن بايدن هو الرئيس 46 للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو يقترب كثيرا نحو دخول البيت الأبيض، وربما الجمهوريون يشعرون بذلك بناء على حجم الاعتراضات وحجم الإشكاليات التي يضعونها في الشارع والرغبة القوية والتأكيدات من الجمهوريين بأنهم سوف يلجؤون إلى القضاء لوقف فرز الأصوات التي جاءت بعد 4 فجرا، وهو الموعد الذي قال ترامب إنه لا يجوز فرز هذه الأصوات بعد هذا التوقيت، ولكن القوانين الداخلية للولايات الأمريكية المتعددة، إذا ما تحدثنا هنا عن ولاية ميشيغان فهي لا تنص على مثل هذا الإجراء، لأن حجم التصويت بالبريد هذه المرة يختلف عن حجمه في السنوات الماضية في الانتخابات المتعددة الماضية بسبب فيروس كورونا، أحد أهم الأسباب، حيث وصل حجم التصويت بالبريد إلى ما يقرب من 3 ملايين شخص أدلوا بأصواتهم في الانتخاب المبكر، وأكثر من 1,500,000 شخص أيضا صوتوا يوم أمس، لتسجل ميشيغان رقما قياسيا في حجم الإقبال والمشاركة في الانتخابات، هذا الرقم الأكبر في تاريخ الولاية في المشاركة باستثناء العام، كاسرا بذلك الرقم القياسي في العام 2008 عندما صوتت ميشيغان 5,200,000 ناخب. اليوم تتجاوز هذا الرقم بحجم المشاركين والمصوتين الذين أدلوا أو الذين منحوا بايدن نقاطا هامة جدا أساسية في الوصول إلى البيت الأبيض، وربما
مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي كان صادقا عندما قال الفوز بأصوات ميشيغان هو مفتاح الدخول إلى البيت الأبيض، ولكن هذا المفتاح يبدو أنه الآن في يد المرشح الديمقراطي جو بايدن بعد أن انتزع هذه الولاية مرة أخرى ليحقق انتصارين هامين، أولا بإعادة الولاية وتدعيم وتدشين الساحل الشمالي أو ما يعرف بالجدار الأزرق في الساحل الشمالي، وأيضا بعد أن أعاد هذه الولاية التي هي أيضا مفتاح وصوله كما قلنا إلى البيت الأبيض في حال نجح في الفوز في ولاية نيفادا. نعم عمر، ابقى معنا وننتقل إلى طارق الدمشقي من نيويورك. طارق، يعني آخر الإحصاءات تفيد بأن جو بايدن يتقدم في المجمع الانتخابي على منافسه دونالد ترامب، الأجواء لديك؟ نعم، هناك سعادة يعني عارمة بين أهالي مدينة نيويورك حول هذا، حكما بأنهم ديمقراطيون بالأغلبية. هناك بعض المظاهرات الموجودة في شارع 57 الموازي للشارع 5 الشهير في منطقة مانهاتن قرب فندق بلازا الذي كان ملكا لترامب في السابق، وقرب برجه محل سكن ترامب. هذا تقريبا هذه المجموعة المربعات في حول برج ترامب، هناك مظاهرات مؤيدة لترامب، ولكن الشرطة مغلقة للشوارع للسيطرة على أي نوع من الخروج، يعني بعض المظاهرات قد تتحول إلى أشكال عنف أو تخريب وليس السرقة هنا، لأن الشرطة منتشرة في كل مكان. الأجواء العامة يعني سعيدة بخطاب بايدن الذي أدلى به عصر هذا اليوم، أنه سوف لأنه لا يعلن يعني فوزه في الانتخابات، ولكنه يعني متوقع حسب استطلاعات الرأي أنه هو من سوف يفوز، وأنه هو سوف يكون رئيس لكل الديمقراطيين وكل الجمهوريين، هو سوف يوحد الأمة. كما الشرخ أتى بترامب إلى البيت الأبيض، بايدن سوف يعيد توحيد الأمة الأمريكية من جديد، وسوف يعيد هيكلة واستقرار للنظام الذي كما وصفه المحللون ترامب هز هذا النظام، هز النظام الديمقراطي بشكل أو بآخر. بايدن وعد بإعادة استقرار هذا النظام من جديد. هناك أمر آخر، يعني ترامب يريد إعادة فرز الأصوات، هناك من يدعو لإعادة صوت الأصوات، فرز الأصوات مرة أخرى، ولكن أغلب المحللون كنت أتكلم إلى أحد الموثوقين. طارق، كيف سيؤثر مطالب ترامب لإعادة فرز الأصوات على يعني مجريات الانتخابات؟ هذا أمر ليس بصالح ترامب في الحقيقة، لأن الكل ينتظر عد الأصوات التي أرسلت عبر البريد، وها هي غالبا في صالح ترامب، في صالح عفوا بايدن. يعني هذه مجرد مماطلة سوف تكون يعني عوائدها سلبية جدا على حملة الحزب الجمهوري بمرشحه دونالد ترامب. لا أظن أن هذا سوف يكون له أي بعد لصالح ترامب، عليهم أن يوقفوا ذلك، ولكن هي محاولات تنفس الصعداء، هكذا يراها أغلب المحللون الضليعون في الأمر الديمقراطي والانتخابي في نيويورك. هذه يعني ربما على صعيد آخر. أريد أن أتكلم أن أغلب الطبقة الغنية في نيويورك يعني متوجسة جدا الآن، أن عودة بايدن هذا يعني خسران كبير للحوافز والقوائم الضريبية التي وضعها ترامب، والتي وفرت عليهم ليست ملايين أو مئات الملايين بل مليارات الدولارات. الهدف كان من هذه الحوافز أنها تعاد ضخها في الاستثمار في توظيف الناس والحد من البطالة، ولكن أغلب هذه الشركات الكل يعلم أنها تعيد استثمارها في الأسهم وقطاعات الفنادق وقطاعات الفاينانس وإعادة التمويل. هم متوجسون جدا من ما هو قادم على الصعيد الاقتصادي في مدينة المال نيويورك، ولكن يعني لا أحد يعلم ما سوف تبوء به غدا
أعدوا الأصوات وفرز الأصوات من جديد.